اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن، وحصل مقاصد